نفتح سوا أبواب الخير. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة وبرنامجكم أبواب الخير على راديو مصر، معكم عمرو الليسي. الحب لما بيكون في أي حاجة بيغير شكلها ولونها وطعمها وكل حاجة فيها. أجمل عبادة هي العبادة اللي بنعملها بحب، أجمل هدية هي اللي بتشتريها بحب، أجمل أكلة اللي بتاكلها بحب، أحلى كلام هو اللي بيتقال بحب، أحلى جلسة عائلية هي اللي فيها حب. حتى العتاب ممكن يكون حلو ومقبول لو في حب. عايز أقول لكم، بروا آبائكم وأمهاتكم بحب، ربوا ولادكم بحب، اشتغلوا بحب، ادوا كل الكون طاقة حب. عارفين ايه هي المعادة السحرية في الحياة؟ حدد هدفك زائد خلي النية واضحة زائد خد بالأسباب زائد اجتهاد زائد شوية حب، وسيب بقى النتيجة عند ربنا سبحانه وتعالى. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا لحبك. وتعالوا بقى نبدأ ناخد أول اتصال تليفوني جالنا النهاردة ونستقبله بمنتهى الحب في برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا أستاذ عمرو؟ أنا نفسي يا أستاذ عمرو حضرتك بس تسمعني، عشان أنا عايزة أقابل حضرتك أو أكلم حضرتك، عشان أنا مريضة وعايشة مع أخت مريضة، وأنا اسمي خيرية سعيد محمد وأنا مريضة، عايزة حضرتك تسمعني بالله عليك. زي ما سمعنا المكالمة من الأستاذة خيرية سعيد، أظن رقمها موجود في الكنترول. طب اتصلوا بيها لو سمحتوا. ألو، السلام عليكم، أكلم الأستاذة خيرية؟ أيوة خيرية سعيد، مين معي؟ أنا عمرو الليسي من برنامج أبواب الخير. والله أستاذ عمرو، أستاذ عمرو الليسي حضرتك؟ أه والله أنا عمرو الليسي يا ستة خيرية، إزيك وإزاي أخبارك؟ والله العظيم أنا بقالي كتير بدور على حضرتك يا أستاذ عمرو، وربنا أنا محتاج إن أنا أقابل حضرتك أو أكلم حضرتك. حضرتك كنت كلمتينا وسبت لنا رسالة وإحنا لسه حالا زايعين الرسالة. إحكي لي ستة خيرية حكايتك إيه وطلباتك إيه؟ كنت عايز اعمل مشروع صغير ملابس عشان اقدر اشتغل في البيت وانا قاعده بخدم اختي، لان اختي مريضه. ظروفك ايه يا استاذه خيريه؟ حضرتك انا عامله عمليه اورام شايله الغده عشان كان فيها اورام، ومريضه سكر وضغط وغضروف. حضرتك انا ما بقدرش اشتغل زي الاول، انا كنت الاول بشتغل، دلوقتي كبرت ما بقتش اقدر اشتغل، واختي مريضه وعايزه حد يراعيها، عايزه حد يخدمها، ما بتقدرش تقوم من المكان اللي هي قاعده عليه. حضرتك انا مطلقه ومعايا اربع بنات، اتجوزت الاربع بنات ومعايا بنت واحده مطلقه وعايشه معايا هي وعيالها، وانا ما بقدرش انزل اشتغل، يعني انا ظروفي صعبه صحيا وما بقدرش انزل، ومين اللي هيقول اختي المريضه دي؟ فانا عايشه انا واختي المريضه وبنتي المطلقه. جزاك ربنا كل خير يا استاذ عمرو. انت مريضه عندك ايه؟ انا عامله عمليه الغده كان فيها اورام، ومريضه سكر وضغط وغضروف. طب انت عايشه منين؟ بتصرفي منين يا ست خيريه؟ انا عايشه حاليا مع اختي المعاقه وبنتي المطلقه، جوزت اربع بنات وعايشه، انا كنت بشتغل في بيت وعايشه دلوقتي انا وبنتي واختي بس، وانا كان معايا اربع بنات، جوزت ثلاثه ومعايا بنت واحده بس مطلقه تشتغل على اولاد، وانا عايشه انا واختي بس 60 سنه و55 سنه، بس انا شلت الغده كان فيها اورام، ودلوقتي سكر وضغط وغضروف، عندي غضروف في رقبتي وغضروف في ظهري، مطلوب لي عمليه بس انا مش قادره اعملها. نفسي في مشروع صغير اتعايش منه انا واختي المريضه. ربنا يسترها معاك يا استاذ عمرو ويرضيك يا رب ويكفيك شر المرض. اختك عندها ايه؟ مريضه بايه؟ انا اختي مريضه جالها سخونيه وهي صغيره، كان عندها 6 سنين جات لها سخونيه، عملت عندها جلطه شلل في ايديها ورجليها وبقها، ما بتقدرش تقوم من المكان اللي هي قاعده عليه. والدي ووالدتي متوفيين وسابوا لي اختي بقى لها 22 سنه عايشه معايا. انا كنت بشتغل الاول، دلوقتي ما بقاش اقدر انزل اشتغل عشان المرض بقى جديد عليا، ما بقدرش انزل اشتغل واخدم اختي. حضرتك والدي ووالدتي متوفيين، واحنا ملناش اي اخوات ولا اي حد خالص بيعيني انا واختي، انا ما حد ما عندناش اهل يعني ولا قرايب بيودونا ولا يعني بيساعدونا باي حاجه. والدي ووالدتي متوفيين من 22 سنة، وكانوا موصيني على اختي وهي امانة معايا عايشة معايا. انت عندك اولاد؟ عندي اربع بنات، اربع بنات، مجوزت الاربع بنات، انا كنت بشتغل عليهم في البيوت وجوزت الاربع بنات.
معايا بنت واحده بس دلوقتي منيا. طب قولي انت بتاخدي معاش كام؟ 320 جنيه عشان البنات كلها اتجوزت، ما بقاش معاش 320 جنيه بس. طيب ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله احنا هنقوم عمل توفير مشروع ملابس لحضرتك، يعني يبقى مساعد ليك ان شاء الله ويدر دخل عليكي وتفتحي بيه بيتك ان شاء الله باذن الله. ربنا يجازيك كل خير ويديك الصحه والعافيه، ودايما نشوفك ناجح ودايما يا رب بخير وبصحه وبسعاده، وربنا يكرمك. واحنا مستمرين في دعم جميع المشروعات الصغيره لكافه المستمعين اللي بيسمعونا ببرنامج ابواب الخير. نطلع على فاصل ونرجع نواصل أبواب الخير على راديو مصر، ومعكم عمرو الليثي. نفتح سوا أبواب الخير، نفتح سوا أبواب الخير. ورجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، ومعكم عمرو الليثي. معنا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعيه الأورمان. يا ريت يا فندم تكلمني عن كيفيه المشاركه في دعم حمله ستر ودفى اللي اطلقتها جمعيه الأورمان، اسعار البطاطين والحفه علشان الجميع يقدر يشارك ونوصلها في كل نجوع وقرى مصر. استاذ عمرو السلام عليكم، ازي حضرتك؟ يا رب ده طريق الخير، وزي ما بقول دايما سماء الخير وارض الخير وكل شيء طيب. انا بقول لحضرتك ممكن فعلا ستر ودفى هذه المبادره بتجوب من حلايب وشلاتين لأسوان، لمرسى مطروح، لسيوة، الوادي الجديد، كل وجه وكل مكان يا فندم، كل مكان بنقوله. استاذ عمرو والله الخير بيعم، الخير بيقول أنا الخير لأهل مصر الخير. الحمد لله يمكن احنا تعاقدنا على أكثر من 200 ألف بطانية وحوالي يمكن 50 ألف لحاف عشان اللي حبه، احنا لقينا برضو شكله جميل وشيء مفرح وبيدفي، فالحمد لله احنا عملنا كده. ويمكن البطاطين عشان احنا تعاقدنا معها بدري وبندفع فلوس بدري بنجيبها باسعار اقل من كل حته الحمد لله رب العالمين. يمكن البطانيه بتوصل 100 جنيه، اللحاف 175، لكن هنوزعه مجانا 100% مجانا. يعني مثلا متبرع يقول لي انا قريتي كده عاوز 100 بطانيه، عاوز هنا 50 لحاف، كل الاهل قريته. والله يا استاذ عمرو لا تنسى، لا تتخيل فعلا يعني بيطفي البهجه والسرور على الاسره قد ايه في هذا الموضوع. وصلنا البرد ابتدى يعني، فربنا يفعل خير ان شاء الله ويديم علينا وعليك الخير ويديم علينا وعليك الثواب بإذن الله. بشكر جدا السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان. أول ما تحس إنك مهموم وحزين ومتوتر وقلقان ومش عارف تتصرف إزاي في المشاكل اللي بتحصرك من كل اتجاه، ومش عارف تلاقي مخرج أو حل أو أي وسيلة إنقاذ، عارف تعمل إيه؟ تثق وتتأكد إن ربنا بيدبر لك أمرك من فوق سبع سماوات. تثق وتتأكد أن رزقك محفوظ لك وعمره ما هيروح لغيرك. تثق وتتأكد أن حقك هتاخده بالكامل ومش ناقص حتة صغيرة. تثق وتتأكد أن ربنا سبحانه وتعالى عارف ومطلع اللي في قلبك. تفائل بالخير تجده وتعيشه وينور حياتك وبصيرتك. تفائل بالخير لأن ربك هو رب الخير ولا يأتي إلا بالخير. وزي ما بيقولوا الخير والبركة في الشباب، النهاردة معانا مبادرة جميلة أسسها مجموعة من الشباب علشان يعملوا الخير، اسمها مبادرة مطبخ مسطورة. الهدف منها إطعام الطعام غير أنشطة تانية كتير. تعالوا بقى نعرف أكتر عن المبادرة من مؤسستها الأستاذة شروق مصطفى. أستاذة شروق أهلا بيكي، وأنا سعيد جدا بالتجربة اللي أنت عاملاها أنت وزمايلك، ربنا يتقبل منكم كل الخير وصالح الأعمال. احكي لي يا شروق بقى امتى بدأت المبادرة؟ ازاي حضرتك يا دكتور عمرو؟ شكرا جدا لحضرتك على الاستضافة الجميلة دي. احنا بدأنا مبادرة مسطورة من 2020 اول ما ظهر وباء كورونا في العالم. بدأنا ان احنا نساعد الناس اللي حوالينا، كان بيجينا استغاثات من ناس مختلفة، ناس ما عندهاش اكل في البيت، ناس بتطرد من البيت، ناس جيراننا كانوا محتاجين مساعدة. فبدأنا ان احنا انا ومجموعة من اصدقائي كنا بنشتغل مع بعض يعني او عارفين بعض، بدأنا ان احنا نجمع بعض كلنا متطوعين، وبدأنا ان احنا نشوف الناس اللي حوالينا اللي محتاجة مساعدة في الوقت ده. ايا كانت بقى المساعدة، ممكن تبقى مساعدة بسيطة قوي، نساعد حد في مشوار، ان عندنا اكل زيادة نبعت له او هكذا. وبعدين الموضوع بدأ يكبر معانا يعني من وقتها. وفي الوقت ده بدأ يظهر عندنا احتياج شديد جدا للدعم الغذائي. الناس كانت محتاجة تاكل، وخاصة الناس اللي كانت مرضى،
فبدأت عندنا من الوقت ده فكرة مطبخ مسطورة. الأول كنا بنطلع عدد وجبات بسيطة جدا لمرضى الكورونا، وبعد كده الموضوع بدأ يتطور معانا، بدأنا بقى نخدم ناس تانية كتير، نوصل لحالات أكتر مش قادرين يوصلوا للغذاء في الوقت ده. بدأنا ندعم بشنط غذائية، وبعدين بدأنا نلعب بوجبات أكتر. كل مدى كنا بنشتغل أيام أكتر. الأول بدأناها بحاجة بسيطة قوي، كنا بنعمل رز بلبن على قدنا، وبعدين الموضوع بدأ يكبر معانا وبدأنا نعمل شراكات مع مطابخ تانية كتير، وبدأنا بقى نوزع وجبات كبيرة، يعني اللي هو زي الوجبات اللي هي تبقى وجبة غدا اللي هو البروتين والنشويات والحلو والفاكهة وهكذا. كم عدد الوجبات اللي بتقدموها يا شروق كل يوم؟ احنا بنقدم متوسط تقريبا 600 وجبة للأسر. الوجبات دي مش بنقدمها بشكل عشوائي، احنا اوريدي عندنا داتا من الحالات او مجموعة من الحالات اللي عاملين لهم ابحاث اجتماعية واستكشافات ومتأكدين من استحقاقهم. بنبدأ ان احنا نقسم الاسر دي على حسب المناطق اللي احنا شغالين فيها، وكل مرة بنبعت لمجموعة مختلفة من الحالات دي علشان نبقى متأكدين ان الاكل ما بيتهدرش وبيوصل فعلا لناس مستحقة. ايه المناطق المستفيدة من هذه المبادرة يا شروق؟ احنا بنشتغل في مجموعة كبيرة من المناطق في القاهرة والجيزة، من ضمنهم مساكن عثمان في اكتوبر، بلاقي الدكرور، ارض اللواء، منطقة شبرا والزاوية الحمراء ورود الفرج وعين شمس وفيصل ودار السلام، او المناطق عامة اللي بيبقى متواجد فيها مصريين وغير مصريين، او الفئات اللي احنا مركزين عليها، او الفئات اللي هي مش بيوصل لها مساعدات قوي في المناطق اللي احنا بنتكلم عنها دي. وكل مدى يعني بنحاول ان احنا ندور على مناطق تانية فيها استحقاقية يعني، او الناس مستحقة فيها. وكذلك برضو بنخدم دور رعاية او دور مسنين، برضو بنركز على الدور اللي هي مش بيوصل لها مساعدات لا من مؤسسات ولا من جهات، يعني دايما بتبقى الدور الصغيرة اللي مش بيقدروا يوصلوا لدعم. قولي لي يا شروق، ايه اصعب المواقف اللي مريتي بيها واللي اثرت فيك انت وزمايلك؟ هي من اكتر المواقف المؤثرة بالنسبة لنا لما جينا نعمل المبادرة بتاعة المطبخ، او يعني طورناها اكتر، ان احنا كان بيبقى معانا حالات بالفعل موجودة معانا احنا بنساعدهم، وبعدين تحولوا الحالات دي لسيدات بتشتغل في المطبخ، وزي ما بنقول كده باللغة الدارجة بتسترزق. فبقى انت بدل ما بتفضل تدعم حد، انت لا بتوفر له مصدر رزق. دي من ضمن الحاجات اللي احنا ممتنين ليها قوي ان احنا عملنا المبادرة بسببها، لان انت بدل ما بتفضل تساعد حد مثلا فترة طويلة، لا انت علمته من مهنة او علمته حرفة، وهي مثلا حرفة الطبخ او ايا كان، وبدأ هو يشتغل فيها. فدي من الحاجات المؤثرة جدا اللي احنا بنشوفها او بنلمسها الفترة دي، ان انت بتساعد اسر او بتساعد سيدات معيلات ان هم يقدروا يدوروا او يلاقوا فرصة رزق حلال ليهم. انا عرفت كمان ان في انشطة تانية في المبادرة غير الاطعام، كلميني عنها يا شروق لو سمحتي. احنا عندنا انشطة تانية يعني الفترة دي مركزين على مجموعة من الخدمات، زي مثلا الخدمات الطبية للمرضى اللي مش بيقدروا يوصلوا، زي مرضى السرطان او الحالات الفشل الكلوي او كده، الكفالات التعليمية للاطفال دي برضو من ضمن الحاجات المهمة اللي مركزين عليها. تالت حاجة دعم مرضى الفشل الرئوي بالاكسجين، من خلال ان احنا عندنا مركز صغير كده للاكسجين او للمولدات والانابيب وهكذا. ورابع حاجة بقى اللي هي الكفالات الشهرية او المساعدات الشهرية اللي بتبقى في الايجارات والادوية والحاجات، برضو احنا تاني مركزين على الاسر اللي مش بيقدروا يوصلوا المساعدات بسهولة، سواء كانت مساعدات حكومية او مساعدات من الجهات الخاصة، او كمان الجنسيات الغير مصرية اللي مش بيبقى معاهم اوراق تقدر تساعدهم ان هم ياخدوا مساعدات من اي جهة او مؤسسة او هكذا. معاك كم متطوع في المبادرة يا شروق؟ احنا دلوقتي بنتكلم في حوالي 300 متطوع على مستوى المبادرة يعني، وده رقم كبير يعني. خلينا نقول ان المتطوعين اللي نشطين بالنسبة لنا هم 150 متطوع نشطين على الارض، والباقيين بيساعدونا في حاجات اونلاين او مشاوير بسيطة او كده. طب قولي يا شروق، ايه الرسالة بقى اللي تحب النهاردة توجهيها من خلال برنامج ابواب الخير لكل المستمعين، عشان الناس يعني نحثهم على عمل الخير؟ مفيش حاجة صعبة، الموضوع كله بيبدأ بإيمان. انت مجرد ما امنت ان انت تقدر تساعد، هتقدر تساعد حتى لو بحاجة بسيطة. مش لازم يبقى عندك مؤسسة كبيرة، مش لازم يبقى عندك فلوس، بس انت مجرد ان انت تساعد حد ساكن جنبك
جارك او حتى حد معاك في الشارع او حد تعرفه تقدر توصله بحد يساعده، دي مش حاجة بسيطة خالص. واحب برضو اقول رسالة لكل الناس اللي بتشتغل في المجال الخيري او المدني، تعاوننا مع بعض هو قوة، ده بيدينا اكتر قوة. مفيش حد بيكبر لوحده، مفيش حد بيقدر يساعد لوحده، لكن لو كلنا اشتركنا مع بعض هنقدر نساعد ناس اكتر باقل مجهود واكتر كفاءة، يعني ان احنا نقدم خدماتنا بكفاءة اكتر ونقدر ان احنا نحافظ على الموارد اللي احنا بنمتلكها. شروق انا بشكرك جدا، ربنا يكثر من امثالك، وانا بكرر الدعوة كل واحد بيعمل مبادرة خير يبعت لنا على صفحة برنامج ابواب الخير، هنكلمه في التليفون ونقول له كتر الف خيرك. شكرا لحضرتك يا دكتور عمر بجد حقيقي، وميرسي قوي على المداخلة الجميلة دي، وشكرا لدعمك. نطلع لفاصل ونرجع نواصل برنامجكم ابواب الخير على اذاعة راديو مصر، ومعاكم عمرو الليسي. نفتح سوا رجعنا لكم تاني في برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، ومعكم عمرو الليسي. للتواصل مع البرنامج على رقم 257-5893. من الأقوال الرائعة للإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من حاسب نفسه ربح، ومن غفل عنها خسر، ومن نظر في العواقب نجا، ومن أطاع هواه ضل، ومن صبر غنم، ومن خاف رحم، ومن اعتبر أبصر، ومن أبصر فهم. ودلوقتي وصلنا إلى فقرة المفاجآت، ومنتظرين اتصالاتكم وتسجيلاتكم عشان نحقق لكم أحلامكم. وزي ما انتم عارفين هذه الفقرة بنحقق فيها كل الأمنيات لمن يطلبها إن شاء الله يا رب آمين. تعالوا أنا شايف المكالمات هيجاتها هي، طب تعالوا ناخد نشوف المكالمة اللي جات لنا، جات لنا من مين، صاحب أو صاحبة الحظ السعيد في فقرة المفاجآت. مساء الخير يا دكتور عمرو، أنا اسمه أم خالد، ونفسك انك تسمعني وتكلمني عشان عندي حالة نفسي اقولك عليها. زي ما سمعنا صاحبة الحظ السعيد الست ام خالد، تعالوا نتصل بيها. الو، السلام عليكم، اكلم الست ام خالد. ايوه، من حضرتك؟ انا عمرو الليسي من برنامج ابواب الخير. دكتور عامل زيت بنفسه؟ لا لا لا، انا مش مصدق، انا من زمان قوي يا دكتور عايز اكلمك والله، ومن عايزه من عارفه اوصل لك باي طريقه. اهلا بيك يا ام خالد، ازاي حضرتك؟ حضرتك كنت كلمتينا دلوقتي وسبت لنا رساله واحنا زعناها، وعايز اقول لك بقى دي فقره اسمها المفاجآت، يعني اطلبي واتمني اللي انت عايزاه واحنا باذن الله نحققه لك. احكي لي بقى حكايتك ايه وطلباتك ايه؟ والله انا طالبه رساله، انا بستشير حضرتك بعد ربنا عز وجل، ان انا عندي مشكله. انا عندي جوزي كان ارزاه على قد حاله، وكان شغال على السقاله، فهو وقع من على السقاله فجاله الرباط الصليبي وعمل عمليه، فقعد فتره ما يشتغلش، وانا معايا 5 عيال والخمسه في التعليم. والله احنا اضطرينا نجيب كارد علشان نصرف على اولادنا، جوزي يسترزق عليه ونصرف علينا، فالكارد ده طبعا بيجي قسط على قسط، فانا ما سددتش منه الا هم قسطين، وانا عليا الوقت 12,000، وجوزي مقضي مصاريف العيال بالعافيه. مش لازم اقول ان احنا والله ماشيين على قد على قد بالعافيه عشان نحاول نلم القسط، بس ما اناش قادره، لان انا اولادي كلهم في التعليم واكل وشرب وانا مش قادره. وجه على جوزي راحوا رافعين الوصولات بتاع القرض، وانا الوقت جوزي حكمت عليه، وانا مش عارفه اعمل ايه. انا نفسي بس ان ربنا يقدر الناس اللي قلوبها طيبه، ويقدر حضرتك ان انت توصلني بناس يسدوا لي القرض عشان اعرف اعلم ولادي وادهم حقهم، لانما والله العظيم ما قدامي غير كده. ونفسي يا دكتور عمرو ان انت حضرتك تسدي لي القرض ده، رجاء مني بعد ربنا ان انت تسد لي القرض ده علشان اعرف رب ولادي، عشان اعرف اعلمهم وادهم حقهم وما اقصرش في حق حد منهم. وربنا يسعدك ويسعد كل واحد بيسعى في الخير ان انت تسد لي القرض ده علشان خاطر اولادي، عشان خاطر جوزي ما يتسجنش، لان لو جوزي اتسجن انا ماليش حد، واولادي ما حدش هيصرف عليهم، وانا عايز احافظ على اولادي عشان ما فيش عيل يمشي في طريق غلط، وعايز اعلمهم وعايز اديهم حقهم بأبسط حاجه. بس انا نفسي طالبه رجاء من حضرتك ان انت تسد لي القرض، انا طالبه من حضرتك ان انت رجاء منك ان انت تسد لي الدين اللي عليا وعلى جوزي، علشان خاطر اقدر جوزي
ما يتحبسش واقدر اربي ولادي. انا الرجاء لمره اخرى ان انا طالبه من حضرتك انك تسد الدين اللي عليا وعلى جوزي عشان اقدر اربي عيالي ويقدر يسترزق، لان هو مهدد في اي وقت بالحبس لانها حكم عليه بسنه، وانا ما اقدرش ان انا جوزي يتحبس مش هعرف اربي ولادي. طب قولي يا ام خالد انت ظروفك ايه؟ والله انا ظروفي احنا انا في بلد فلاحين، وانا جوزي كل شغلته ان هي على التوك توك، وانا قاعده في بيت بسيط، يعني انا مش قاعده في بيت ان انا مبني حلو ان انا اجر ان انا اعمل، لا الحمد لله يا رب انا قاعده في ابسط الامور. وحاولت كذا مره افتح مشروع كده بس ما فيش. انا حاولنا جبنا التوك توك دوت قلت علشان جوزي يسترزق عليه عشان اقدر اربي عيالي، اجيب لهم حاجات التعليم، اقدر اوكلهم، اقدر البسهم ابسط من الناس كلها. بس انا الوقت مهدده وانا تعبانه، وانا جوزي في اوقات كتير قوي لو في اوقات بيجي يقعد في البيت من وجع رجله، حتى رجله ما بيقدرش ان يتحمل على ان يقعد طول النهار في التوك توك، هو بيشتغل ساعتين ويريح ساعتين. جوزك تعبان عنده ايه؟ جوزي تعبان، كان واقع من على السقاله، هو كان ارزاقي وحالته تعبانه، وهو واقع على السقاله عامل رباط الصليبي في رجله، فرجله ما بيقدرش يتحمل ان هو يشتغل ساعات ولا بيشتغل اي حاجه غير ان هو بيقعد على التوك توك، وكمان ما بيقدرش يطول طول النهار فيه لان هو رجله تعبان. وانا ما فيعيش عيال كبيره ان هي تشتغل، انا عيالي كلهم في التعليم وكلهم ان هم، انا مش عايزه جوزي يصعب عليه انه مش قادر يعلمه ومش قادر كده. انا مش طالبه اي حاجه الا من حضرتك يا دكتور عمرو ان انت تسد لي الدين اللي هو 12000 جنيه تسده له، وانا مش عايزه حاجه تاني عشان جوزي ما يتحبسش وعشان اقدر اربي ولادي. ايه سبب الدين اللي على جوزك وعليه مبلغ كام؟ جوزي كان جايبين توك توك بالقسط، فاحنا ما قدرناش نسد قسطه، فجبنا قرض جبنا به التوك توك، فالقرض طبعا مصاريف العيال كتيره والاكل والشرب والدروس وكلهم في التعليم، فانا ما قدرتش اصد، فعشان كده جوزي صحابات القرض رفع عليه ان هو لازم يتحبس، والمحكمه حكمت عليه بسنه ان هو يتحبس، وانا مش قادره اسد القرض ومش قادره في نفس الوقت اوكل ولادي، وجوزي مش قادر يشتغل شغلانه ثانيه لان هو رجله تعباه، وانا مش قادره ثاني، هو لو اشتغل في اي شغلانه ثاني رجله دي الدكتور حذرنا كذا مره ان رجله دي هيقعد بقى خالص، وانا لو قعد ولا اتحبس مش هلاقي حد يصرف على ولادي. فرجاء منك يا دكتور عشان خاطر ربنا انت تسدي لي الدين ده، عشان خاطر ولادي وعشان خاطر ربنا تسدي لي الدين ده يا دكتور عمرو، رجاء منك ال 12000 دول يسدوا، وانا مش طالبه حاجه تاني. انت عندك اولاد قد ايه يا ام خالد؟ عندي 5 اولاد، الكبير في ثالثه ثانوي والصغير في ثانيه ثانوي، ومعايا بنت في اعدادي ومعايا 2 في ابتدائي. حضرتك بتاخدي معاش؟ لا ما عنديش اي معاش، لان جوزي لا كان موظف ولا كان له اي حاجه، ده هو كان ارزاقي قبل ما يعمل الحادثه بتاع وقعته من على السقاله دي، ارزاقي كان بيشتغل ورا بالنا ورا حد، ارزاقي كده. طيب يا ام خالد ربنا يا رب يكرمك ويسعدك يا رب، احنا باذن الله هنقدم لك هديه بسيطه ان احنا هنسدد ال 12000 جنيه اللي على جوزك. شكرا يا دكتور عمرو، شكرا، الف شكر، اهم شيء وربنا ليك وربنا يجعل في ميزان حسناتك ان انت تسد لي الدين بتاع جوزي ده، وربنا يستر عليك يا رب يا رب، ويجعل في ميزان حسناتك اهم شيء تسدد على جوزي الدين، ويا ريت في اقرب وقت علشان جوزي كده مهدد في وقت ان هو يتحب. باذن الله نسددهم ويرجع لك سليم معافى ان شاء الله باذن الله، وتعيشوا حياتكم حياه كريمه باذن الله. شكرا يا دكتور عمرو، والله انا ما كنت متوقعه ولا مصدقه لغايه الوقت ان حضرتك كلمتني وان انت وعدت ان انت تسد دين جوزي، شكرا لك، الف شكر يا رب يا دكتور عمرو. وعايز اقول ان احنا مستمرين في الافراج عن الغارمين والغارمات لاي حد من مستمعي برنامج ابواب الخير. نطلع لفاصل يلا ونرجع نواصل ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، معاكم عمرو الليثي. ورجعنا لكم تاني برنامجكم ابواب الخير على اذاعه راديو مصر، معاكم عمرو الليثي. هات ورقه وقلم وعد معايا الحلو في دنيتك، يلا جاهزين، يلا بينا. عندك شويه صحه مش مخلياك محتاج اللي يسندك، الحمد لله. عندك عيله وصحبه هم العزوه مهما طالت غربتك، الحمد لله. في ايدك شغلانه حلال ولا بتسرق ولا بتهين نعمتك، الحمد لله. اشكر ربك اللي ادالك نعمه فوق نعمه
وونسك في وحدتك، واحمده على فضله الكبير في كل مرة نجاك من عثرتك. رزقك لا متحاش ولا متأخر، ربك بيدبرها بحكمته، والدليل انه بيتقفل شباك ويقوم يفتح قصاده باب. تستر على حد وتسيبها على ربنا، يوم ربنا يستر عليك مليون مرة. تقلق على شغل ورزق، يرزقك من حيث لا تحتسب. علشان كده من أوى إلى الله آوى، ومن فوض أمره إلى الله كفاه، ومن باع نفسه إلى الله اشتراه. وزي ما وعدناكم دايما بندخل البهجة والسرور، بنحب دايما ان احنا نتأكد ان كل شيء وعدنا به السادة المستمعين تم تحقيقه. عشان كده بحب اتصل بالناس اللي كانوا طلبوا طلبات عشان نتأكد ان كل شيء طلبوه وصل له. نبدأ النهاردة بعم رمضان عبد العال. كان كلمنا وقال ان عنده 65 سنة وكان شغال نقاش، لكن دلوقتي مش بيشتغل لانه عمل 4 عمليات في القلب، وعنده 7 اولاد منهم ولد عنده اعاقة بصرية ومريض، ومنية حياته في مشروع بقالة علشان يقدر يعيش منه هو وعياله. والحمد لله قدرنا بالتعاون مع مؤسسة واحد من الناس الخيرية ان احنا نعمل مشروع البقالة لعم رمضان. تعالوا بقى نطمن عليه. ازيك عم رمضان، اخبارك ايه؟ اهلا دكتور عمرو، ازي حضرتك؟ ايه اللي تم معاك؟ احكيلي بعد اخر مكالمة دمت بينا. بعد حضرتك ما كلمتني رحت لمؤسسة واحد من الناس، والاعداد جاب لي المشروع البقال اللي انا كنت عايزه، والحمد لله الحمد لله. انا راجل مريض قلب وعندي 7 عيال زي ما حضرتك عارف، والمشروع هيساعدني على الحياه وعلى العيشه، واعرف اعلم منه العيال اللي في المدارس، والحمد لله. عم رمضان، مشروع البقال اللي جالك عباره عن ايه؟ والله مشروع البقال عباره حضرتك عن زيت وسكر وشيبسي وبسكوتات وكل الحاجات اللي انا قلت لهم عليها، بصراحه جابوها لي يشكروا. يعني انا نقيت الحاجات بنفسي وانا اللي اخترت الحاجات بنفسي، والناس بصراحه محترمين ويشكروا قوي قوي، وجابوا لي كل اللي انا عايزه. طيب احساسك ايه بقى عم رمضان دلوقتي؟ هل امنيتك اتحققت بالمشروع ده وان شاء الله بدات كده تشتغل وتصرف على نفسك وعلى بيتك؟ والله يا دكتور عم حضرتك، انا سعيد جدا بعد ما اتحققت امنيتي والمشروع جالي، وخاصه ان انا راجل مريض قلب، وعندي ابني عنده اعاقه بصريه، والحمد لله الحمد لله. طب الحمد لله، ربنا يكرمك. واحنا بنشكر جدا مؤسسة واحد من الناس الخيريه على تبرعها بمشروع البقاله. الست ام عبد الرحمن كلمتنا وقالت انها من شبرا الخيمه، وكانت عاوزه كرسي متحرك لجارتها الست نعيمه محمد، وقالت لنا ان جارتها نعيمه عندها 30 سنه بتعاني من شلل اطفال وارمله، ومعها 3 اولاد، ومش بتقدر تساعد نفسها، وأهل الخير والجيران هما اللي بيخدموها وبيساعدوها في البيت. أم عبد الرحمن كانت أمنية حياتها في كرسي متحرك لجارتها الست نعيمة علشان تقدر تتحرك وتساعد نفسها وعيالها. والحمد لله البرنامج بالتعاون مع شركة حورس للكراسي المتحركة قدرنا نسلم الكرسي المتحرك ليها. تعالوا بقى نكلم أم عبد الرحمن عشان نطمن منها على الست نعيمة. يا ام عبد الرحمن ازيك؟ اهلا وسهلا يا فندم. احكي لي ايه اللي تم بقى بعد اخر مكالمه بيني وبينك، وطمنيني على جارتك الست الاميره الست نعيمه. الحمد لله بعد اخر مكالمه من حضرتك، احنا الحمد لله الاعداد اتوصل معانا ووصلنا للمعرض الكراسي المتحركه الحمد لله، وهي استلمت الكرسي ومبسوطه وفرحانه جدا. يعني دلوقتي الست نعيمه بقت تقدر تتحرك وتساعد نفسها بالكرسي يا ام عبد الرحمن؟ الحمد لله هي بقت تتحرك والكرسي ساعدها كتير ومبسوطه كتير، لان احنا كنا على طول بنسندها، وكل حته بتروحها كنا احنا بنسندها وبتقع، والحمد لله وهي فرحانه جدا بالكرسي الحمد لله، وبقت تروح وتيجي في الشقه بيه، وكتر الف خيرك. والله مش عارفه اقول لك ايه، يعني لو قلت لك من هنا لبكره مش هقدر اوفي اللي انت عملته معانا. يعني الف شكر يا دكتور عمرو، الف الف شكر يا دكتور عمرو. طب الحمد لله، انا عايز اشكرك مره تانية، وانت عارفه انا شكرتك يوميها والنهارده بشكرك تانية، لانك انت كنت دليل الخير، انك انت ما طلبتيش حاجه لنفسك، انت ست كريمه، انت طلبت لجارتك فربنا اكرمك بيها واكرمها بيكي، واكرمنا احنا الاثنين مع بعض بعمل الخير، فربنا لا يحرمك ولا يحرمنا، سلم منا عليها كتير. نطلع لفاصل ونرجع نواصل ابواب الخير على راديو مصر، ومعكم عمرو الليثي. نفتح سوا ابواب الخير.
رجعنا لكم تاني برنامجكم أبواب الخير على إذاعة راديو مصر، معكم عمرو الليسي، ومعنا على التليفون السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان. جمعية الأورمان يا فندم وزعت بلوفارات الشتاء لدعم الأطفال الأيتام وغير القادرين بجميع المحافظات في الجمهورية المختلفة. يا ريت تكلمني يا فندم عن التفاصيل. أستاذ عمرو السلام عليكم، وأنا زي ما بقول لحضرتك دايما الخير متنوع في مصر. يمكن أنا اتكلمت قبل كده عن بطانية والحاف، أنا فوجئت بأحد أكبر مصانع أصوات في مصر، مصنع ضخم جدا، بيكلمني بيقول لي انا عاوز بره بحوالي 10,000 بلوفر يتوزعوا على الاهالي على قرى مصر بالكامل، 10,000 بلوفر، وهديك تاني لما تخلصهم بحيث اولاد وبنات وشباب وفي المدارس. ففعلا الحمد لله ابتدينا هذا التوزيع على كل الطلبه اولا في المدارس في القرى، بنعمل بنبتدي طبعا من يعني من الابتدائي الاعدادي الثانوي كل الحاجات ديت. والله ده تخيل يا استاذ عمرو قد ايه البلوفرات راقيه جدا وجميله جدا، وحتى بلوفرات البنات فيها اشكال جميله. كلمني المتبرع وقال لي انا بهتم بدول باكتر من اي حاجه تانية، وبيديني نفس النوع اللي بيتباع في المحلات ب 600-700 جنيه بيدوني مجانا 100% وبوزعه مجانا 100%. والله يا استاذ عمرو ده بقول كده ملحمه الخير، ملحمه في منتهى الجمال. وده انت زي السيد الرئيس قال 2022 المجتمع المدني، ان شاء الله هذا المجتمع المدني هيثبت على أرض مصر، مش جامعية الأورمان وبس، جامعات كثيرة بتشتغل كويس، جامعات كثيرة لي إيد خير، كلنا إيدينا في إيدين بعض مع كل الجامعيات، إن شاء الله بكرة أحسن، إن شاء الله مصر طيبة وأرض طيبة بإذن الله. أشكر جدا السيد اللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان. حلقتنا خلصت، ودايما الأوقات الحلوة معاكم بتخلص بسرعة، المخرج عمال يشاور لي معلش. قبل ما أسيبكم بس أنا إديني بس دي أحضر صح، عايز أقول لكم حاجة مهمة. الإنسان لما بيكون نقي من الداخل ربنا بيمنحه نور من حيث لا يعلم، وبيحب الناس من حيث لا يعلم، وبياخد كل اللي بيحلم بيه من حيث لا يعلم. عارفين ليه؟ لأن النقي من جواه نيته طيبة طول الوقت، واللي نيته طيبة بيتمنى الخير للناس حتى لو ما جاش ليه. اللي نيته طيبة عمره ما يفكر يأذي حد أو يجرحه أو يهينه أو يقلل منه أو يحسده أو يستكتر عليه النعم اللي عايش فيها. اللي نيته طيبة قلبه أبيض ومشاعره صافية وضميره مستريح. ولازم نعرف إن سعادة الآخرين مش هتاخد من سعادتك حاجة، وغناهم مش هينقص من رزقك حاجة، وصحتهم مش هتخصم من صحتك وعافيتك حاجة. علشان كده كونوا دايما أصحاب نوايا طيبة، والله هتكونوا دايما من السعداء. أشوفكم على خير يا رب، في رضا وستر وصحة وسعادة. كان معكم عمرو الليسي، برنامجكم أبواب الخير على راديو مصر. سلام عليكم.